عايزين نتكلم برضو، احنا شغالين لسه على الفايند كده البسيطة دي. عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل فلتر اللي هي كويري. يعني انا هاخد من الفايل الجميل ده كده سيف، وهقول له كويري documents. ايه الفكرة ببساطة؟ يعني فكرة ببساطة زي ما احنا شغالين عادي جدا، وبعمل كوليكشن وبعمل فايند 1 او فايند وخلاص كله زي ما انا عايز. فايند خلاص كله احنا عارفين طبعا، ممكن اعمل له كده في ده واقول له دوت اري خلاص، وافتح الفانكشن بتاعتي وابعت له هنا الايرور لو في ايرور، والايه لا اما مش هبعت له الايرور، هبعت له بس الفانكشن على طول، والفانكشن الداخليه تاخد يا اما الايرور يا اما الايه يا اما الريزلت. ماشي، اللي احنا عملناها قبل كده ما كانش فيها مشكله. مش عارف احنا كنا لسه عاملينها يمكن في الفيديو اللي فات، وكنا عملنا لوب كده بيطبع الداتا ومش عارف ايه. ماشي، نفس الفكره، مش هغير، هطبع برضو النتائج بتاعت النيم والجوب والسالري. ممكن مش هطبع ولا اي ديز ولا كلام من ده، دي كده بس طباعه عاديه جدا. انا عاوز اعمل كويري، قوم جاي هنا اعمل فار ومعاه مسميك مثلا كويري او اي فاريبل او اي شيء او فلتر، ممكن الاسم الافضل فلتر. الفلتر بتاعي هقول له ان هو بيقول مثلا ان الجوب تكون مثلا سي بروجرامر، ده الفلتر بتاعي ان جوب دي يكون بروجرامر. وانا بعمل فايند بقى كنت ببعت هنا فاضي، معناه عايز اجيب كل الناس، لا هشيل دي بقى بتاع كل الناس دي وابعت له هنا ليه الفلتر فايند بالفلتر ده خلاص تو اري، وهنا كده ده هيلف ويعرض للنتائج اللي احنا عايزينها كويري ان دوكيمنتس. لو جينا جربنا الجميل ده قلنا ران، رجعنا هنا عملنا ريفريش، الاسلام وده بروجرامر 9000 بس، خلص خلص الكلام على كده. طيب عشان انت مفيش غير عندك هو اسلام بس البروجرامر. طب لو انا جيت قلت ديفلوبر، تقريبا الباقي كله كنا حاطينه ديفلوبر. سيف كده وارجع كنترول سي وارجع هنا ايه ران، وارجع هنا اعمل ايه ريفريش. قال لا في عندك يونان وعادل وحسام وعويس، الاربعه دول ديفلوبر، الاربعه دول بالنسبه لي ايه ديفلوبر. مش بس كده طبعا، ممكن تعمل حاجات قويه جدا في الموضوع بتاع الفلتر ده، لدرجه ان من افضل الحاجات طبعا انك تستخدم ريجولار اكسبريشن. يعني تخيل انا بستخدم ريجولار اكسبريشن، ف بتبقى العمليه يعني مفتوحه جدا جدا. يعني ممكن يبقى في حد يشوف محاضره بتاعت ريجولار اكسبريشن وابقى اشيرها لكم ولا حاجه، لكن ريجولار اكسبريشن باللغات الجميله جدا في بالذات السيرشنج. يعني تعمل كده وتحط اللي انت عايز تبحث عنه لو انت عارف. يعني من ضمن الحاجات مثلا اللي ممكن نستخدمها بان احنا نعمل سيرش، اقول له مثلا على سبيل المثال لو انا عايز ادور على كلمه وليكن مثلا مثلا دي ديف مثلا، واحط في الاخر هنا اي عشان يعرف ان دي ان يعني عارفين سنس اللغه بتبقى سنسيتيف، يعني حساسه على الحروف. الكابتر اسمه تقول له اي ان سنسيتيف، يعني مش حساس، كيس ان سنسيتيف يعني مش حساس لحد الحروف، فيدور على كلمه ديف. قلت له كده دور على كلمه ديف. لو رجعنا كده طبعا المفروض ما فيش نتيجه كده. لو جينا عملنا كده اهو وجينا عملنا هنا ريفريش، قال لي مين؟ ديفلوبر 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 ديفلوبر، ماشي، لانه لقى كلمه ديف بس. طيب لو كناش عملنا الاي دي ورنينا قال لي مفيش. ليه؟ لان هو مش شايف كلمه ديب.
فدي مثلا بسرش اكني بعمل لايك او بسرش على ايه، على حته معينه يعني، فممكن الاي تحطها للانسنسيتيف عشان مش حساسه حاله الحروف. ممكن الجي طبعا يشوف يعني، حطينا جي معناه يشوف لو كلام كتير يشوف دي واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، مش عند اول واحده ويقف يعني. وطبعا المالتي لاين ماتش بيحط ايه يعني، ما علينا يعني. لو دورنا في لو قعدت اشرح فيها هتاخد وقت طويل جدا. ممكن طبعا اقول له سيرش على سلاش دي يعني، دور لي على ديجيت سلاش اس، دور لي على مسافه، دور لي على مش عارف ايه، دور لي على حاجه معينه الى اخره، دور على حاجه ما بين كذا وكذا يعني. يعني مثلا ما بين كذا وكذا ممكن دي ممكن نجربها يعني، عشان دي مشهوره برضو من الحاجات اللي هي المشهوره جدا. هقول له كده اهو، واقول له مثلا بياخد من 7000 داش 9000، بس ما نقولوش بقى الجوب، مثلا ممكن اقول له السالري مثلا على سبيل المثال، واسيب وارجع اعمل ارن السيرفر كنترول سي تاني فايل شغال على السيرفر بتاعي. ايوه مش قلنا نسمي بس اللي هو ما بين ال 7000 وما بين ال 9000. طبعا ايه مفيش حد بياخد الارقام، مش عارف مش فاكر الداتا قوي، بس يعني هي 8000 في 8000 في 7000 في 6000 في 7000 اهو في 9000 اهو. يعني هو عشان يونان كان عنده مشكله ان هو داخل اصلا كتكست، هو اعتبرها كتكست يعني تكست بيور. طبعا ده مش ما شوفش دي كده، هو المفروض كان شايفها ان هو تكست، بس عشان احنا دخلنا في الاول فعليا بخطا من عندنا يعني ان هو تكست، فبناء عليه بقى شايفه هو اللي ما بين الرقم اللي انت بتدور عليهم فخلاص. طيب انا ارن تاني، هو خلاص كده بالنسبة له الموضوع ده انتهى يعني. طبعا لو جيت حذفت جونا كده عملنا له ديليت مثلا، رننا تاني، بالنسبة له خلاص انت لانه مبقاش شايف ان هو تكس اصلا يدور فيه اساسا. ماشي، بس هو يعني كان المفروض ان هو يتعرف عليك كرقمي لو انا عملت مثلا سلاش دي كده. طبعا في حاجات كتير انا مش عايز انا اقعد اجرب في الحاجات دي كتير كده، لان هو لازم تكون عارف كويس اونلاين 18 زعلان منه. في عندنا حاجة عملنا غلط، السلاش دي يعني طبعا الـ مش مشكلة خلاص، لكن المفروض ان انت تبقى يعني عارف اسمه دوت يعني regular expression عشان يقدر تقدر تشتغل عليه يعني، او تقدر تعمل عليه حاجات زي اللي احنا شفناها كده بعض الحاجات منها. لكن انا ممكن اقول مثلا اخر حاجه اجربها واقول لكم خلاص 7000، وممكن اعمل علامه الفيرتيكال بار ده واقول له 9000 دي معناها او دي معناها او، اجربها بس عشان التاني ما اشتغلتش. نفس الداتا من عليه ضرب ولا ايه، طلع لي ايرور في سلاش مش عارف دي. خلاص خلصنا دي. هو اشتغل كده عادي وما ضربش ولا حاجه يعني، بس هو ما طلعش داتا يعني، ما ادري ما لقاش حد 7000 او 9000. طبعا ده مش صح، انا برضو معتبرها تكست يعني. احنا شغالين على دوت على السالري، هقول له النيم اسلام مش عارف شغال معايا حاجة ريجلو اكسبريشن ولا ايه. اخيرا طلع لي عادل وايه واسلام، ده او ده يعني لو انا عايز احدد حاجة او يعني المنظر ده الى اخره بقى. طبعا من حتة ريجلو اكسبريشن اقدر اعمل عليها زي كويري يعني او وير يعني. طيب ماشي مفيش مشكلة، انا عايز اخد بس سلاش تي هنا عشان تظبط، عشان في واحد اسمه اكتر من واحد. وجايب كده عادل واسلام. حاجة أخيرة في الفلتر إن أنا أعمل سورت
ان انا ارتب مثلا، هقول ان انا هرتب بالنيم مثلا، او مال سورت بالنيم كده، ولو قلت له واحد معناه هرتب تصاعدي اللي هو ascending، لو قلت له سالب واحد هرتب descending تنازلي يعني. طب ببعتها فين البارامتر بتاع السورت؟ احنا بعتنا الفايند وبعتنا له الايه الفلتر، خلاص ممكن اقول له ايه دوت سورت، واحدد هنا الايه السورت بقى ايه بتاعتي. السورت ديت بالنسبه لي اللي هي الترتيب بتاعي ده، كنا انا بقول له رتب بالاسم ورتبه تصاعدي، هات اللي زودناه يعني. خلاص لو سيبنا كده ورجعنا رنينا سعودي يبقى كده صح، عادل ثم اسلام، عامل ريش طبعا نتيجه عادل ثم اسلام، مش عنده مشكله. قلت له طيب تعال رتب بسالب واحد تنازلي، رن اسلام ثم عادل كده ايه مظبوط، اشتغل معايا الترتيب الديسندنج والاسندنج ما فيهوش اي مشكله. حاجه برضو اخيره كده، ان احنا ممكن نعمل ليميت. ليميت يعني ايه؟ عايز ارجع 5 10 اول 10 اول 20 كلام من ده، فممكن اقول بعد الفايند والقوسين اقول دوت ليميت، او بعد السورت اقول دوت ليميت، اي يعني زي ما انت عايز. فاقول له مثلا ايه ليميت، واقول له مثلا الليميت بتاعي واحد، عشان انا طبعا برجع اتنين فاقول له واحد، او اقول له 10 يبقى ارجع لاخر 10 سجلات، اقول له 20 يبقى 20 سجل يعني. فقلت له واحد فكده معناها هيرجع لي واحد بس. لو جيت جربت ديت طبعا دي بتعتبر برضه بالفلترنج يعني، لو بيفلتر لي عدد معين، عملت ريفريش قال لي اسلام بس خلاص، لان هو عمل الايه عمليه الليميتس وجاب لي عدد محدد من السجلات طبعا من الاول للاخر، فانت بيجي لك على حسب الايه العدد اللي انت عايزه.